العوافي كيفكن؟ صرنا زمان ما طلعنا قدام هالخريطة، هيدي الخريطة اللي بتجسد الكرة الأرضية وبتجسد جمهورية وسط الأرض اللي هي لبنان. أنا بحب سميها جمهورية وسط الأرض لأنه من آلاف السنين، من أول ما تبلش تاريخ البشرية، وهذه المنطقة تتعرض لكتير غزوات وكتير اجتياحات وكتير احتلالات، وكل مطامع الدول العالم القديم ودول العالم الجديد على عين عليها. ليش؟ لأن مفتاح أساسي، لأن جاي بنص الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لا بتمتد من خلاله، لأنه لبنان معروف مختبر ديني، مختبر ثقافي، مختبر حضاري، مختبر اجتماعي، مختبر من جميع، حتى مختبر سياسي للمناطق اللي بتحده ضمن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأدنى والشرق الأقصى. فإذا جمهورية وسط الأرض بالرغم من الهزات وبالرغم من المشاكل اللي عم تتعرض لها رح ترجع توقف على إجريها مثل طير الفينيك. وهيدي الأسطورة هي صحيحاً أسطورة، ولكن مرتكزة على واقع عاشته الشعوب التي قطنت في هذه المنطقة اللي هي جمهورية وسط الأرض مثل ما أحب سميها. فإذا شو رح يصير من بعد هالأزمات المتكررة؟ كلكم تعرفوا هلأ من وراء الكورونا في صار مفهوم كتير قوي لتغيير النظام العالمي، لا مش يعني يصير أحادي مثل ما كان هلأ آخر 20 سنة 30 سنة من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن الكورونا رح يطول بنتائجه أكثر من 100 سنة. يعني والدليل على هالشي أو الشرح على هالشي أكيد هو الوباء رح يضل أبو سنة سنتين ماكسيموم، ولكن من بعده في تغييرات كتير قوية. أول شيء التغييرات الإيجابية من وراء الكورونا، إذا بتلاحظوا بالدول بالمجتمعات اللي صار عندها مشاكل بالنسبة للكورونا واللي صار في عندها أعداد وفيات كبيرة، كلكم بتلاحظوا إنه صار في التحام للعائلة مجددا، التحام قسري هو، ولكن نتائجه رح تبين بعدين، لأنه اتحاد العائلة رح يرجع يتألف عن جديد ويتشكل عن جديد ويلتحم عن جديد. هيدي أول إيجابية للكورونا، بغض النظر عن المشاكل اللي بتصير بين النسوان والرجال، لأنه يعني عم يضلوا كل يوم الصبح عم بيقعوا مع بعضهم وكل نهار مع بعضهم وعشية مع بعضهم، وهيدي مش معودين عليها ليتلي. يعني صاروا 40 50 سنة لورا تغيرت المفاهيم الاجتماعية والمفاهيم العائلية، وبطل التقليد محافظ عليها، التقليد عم نقول بنحكي اللي فيها قيم واللي فيها مبادئ، مش التقاليد اللي ملقوطة من دنبة، يعني مثل ما بيفكروا البعض بانه بيلقطوا مثلا الحضارة الغربية بيلقطوها من دنبة وبيفكروا حالهم انه صاروا غربيين او صار عندهم مبادئ غربية. فاذا اول ايجابية هي العائلة، ثاني ايجابية التوجه الى الزراعة كتير مهمة، والتوجه للزراعة هيدا بيعني التوجه للأرض، يعني التوجه إلى الانتماء مجددا، الشعور بالانتماء للتراب اللي بيكون الواحد عم يزرع فيه من كل قلبه. فإذا الزراعة هي العنصر الثاني الإيجابي اللي رح يجي من وراء الكورونا وعلى سنين متلاحقة، وأيضا قطاع الصناعة، لأنه نتيجة الأوبئة ونتيجة المشاكل الاقتصادية ونتيجة الحروب، حتى القطاع السياحي وقطاع الخدمات ما بقى ينفع الدول. يعني اقل هزة عدم استقرار سياسي او عدم استقرار اقتصادي او عدم استقرار امني، بعوض بسلامتك بيروح الاقتصاد كله بكل دولة بتكون بتعتمد اول باول على قطاع الخدمات او قطاع السياحة، وقطاع الخدمات منه كتير ربيح، يعني ربيح بشكل سريع ولكن على المدى الطويل ما له عازي مثل ما قلت نتيجة الخضات وعدم الاستقرار اللي بيصير. فاذا رح يتم التوجه لقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، وهيدا الشيء لازم يتم بأسرع وقت ممكن في لبنان، حتى لأنه لحتى نرجع للأصالة وللانتماء للأرض، لأنه نقصنا الانتماء، وهيدا الشيء عم يظهر بكل مشكلة بتصير بلبنان كل 15 أو 20 سنة. فإذا جمهورية وسط الأرض رح ينتهي المشاكل فيها قريبا. ليش؟ مش لأنه والله اللبنانية وعيه أو شيء، لأنه المفاوضات الإقليمية الدولية رح تؤدي لإراحة هذه المنطقة بشكل كامل من بعد ما يصير في اتفاقية ترسيم حدود، أيضا يعني تغيير جغرافي وسياسي بالأنظمة وتغيير جغرافي على الأرض لبعض الدول مثل ما صار باتفاقية ساكس بيكو سنة 1915. الإيجابية الثالثة من وراء الكورونا هي تغيير الأحادية يعني بمتعلق بالعملة، لانه بدها تتغير كل هالامور، وممكن نصير بعمله
نيميريك يعني رقميه مثل ما حكيت من قبل، وهيدي فيها فيها ايجابيات وفيها سلبيات. سلبياتها انه الحكومات والشركات الضخمه سوف تتحكم بالحركه النقديه لكل سكان الارض، لانه يعني ما بيكون في كاش بقى، ما في تداول عمله نقديه، بده يصير في تداول بالعمله الرقميه. هيك بصفي في سلبيات، يعني بصفي في كنترول على كل حركه البشر النقدي الماليه. بس من ايجابيتها كمان انه اول شيء بنبطل نستعمل العمله النقديه اللي كلها ميكروب وبتنتقل من ايد لايد وبتخفف من درجه الاوبئه. رابع ايجابيه للكورونا هو رح يتم الاعتماد على الموارد الطبيعيه، يعني اذا للطاقه بده يعتمد على الشمس اجمالا او على الكهرباء، اذا على يعني بده ينلغى البنزين وبده ينلغى البترول، بيبقى الغاز. الغاز ليه؟ لانه الغاز الميتان هو نظيف، يعني ما يعني مش مثل البنزين والمازوت والاسانس تبع الطيران، اللي تبع الطيران المدني. فاذا هيدي كانت رابع ايجابيه، وفي ايجابيات اخرى رح احكي عنها بموضوع تاني منفصل عن هيدا، لحتى نقسم الموضوع سياسيا لحتى نشوف شو رح يصير من وراها. من بعد هيدا الشرح عن هيدا الموضوع بالتحديد، بدنا نجي على الواقع السياسي اللي تغير لنا، بدها تتغير عدة أنظمة وخاصة بالسعودية وتركيا. ليش؟ لأنه السعودية إجمالا لازم يكون فيها ثلاث ممالك أو ثلاث دول، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية من السعودية اللي أغلبيتها من السكان الشيعة. معلش بدي أحكي بهيدي لأنه هيدا واقع، وأنا مش عم بحكي بلغة طائفية. والشيعة اللي بيوصل عددهم ل 12 مليون نسمة تقريبا، محرومين من أدنى مقومات الحياة، وحتى محرومين من الوظائف، من الدخول والولوج إلى الوظائف العامة. وهذا الشيء بسنة 2020 وال 21 ما بقى رح يصير، لأنه رح تتغير هذا الواقع. فإذا بده يصير في دولة بشرق السعودية، بده يصير في دولة مملكة الحجاز اللي كانت قبل هيك ما كانت كلها سوا، لأنه هي أعطيت هذه الأراضي بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة اتفاق وايزمن عبد العزيز، فيصل عبد العزيز، اللي صار على باخرة عسكرية أمريكية بالمحيط الهندي بوجود الرئيس الأمريكي تيدي روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية وينستون تشرشل والأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا الدكتور وايزمن اللي كان ممثل المؤتمر الصهيوني العالمي الأول اللي صار على أيام تيودور هيرتزل ببلغاريا، واللي انعقد سنة 1899، واللي نتيجته كانت التوصية من أجل إطلاق وعد بلفور بتشرين 17 1917 من قبل وزير خارجية بريطانيا بلفور، واللي وعد مشان هيك سموه وعد بلفور، اللي وعد بإقامة دولة مركزية يهودية إسرائيلية في أراضي فلسطين. ولهالسبب كانت التوصية من مؤتمر تيودور هيرتزل، مؤتمر الصهيوني العالمي الأول. فإذا هيدا الاتفاق عطى السعودية كلها سوا، يعني أنشئ من خلالها سنة 1936 مثل ما قلت على متن البرج الحربية الأمريكية، اتفاق بين ممثل مؤتمر الصهيوني العالمي الأول وممثل الحجاز، وصار في انشاء لمملكة العربية السعودية واللي ضمت اراضيها، وخاصة عندنا منطقة نجران الغنية بالسياحة الدينية، لانه المسيحيين في الزمانات كانوا يقطنون في هذه المنطقة بشكل كثيف، وكلكم بتعرفوا ما بدي احكي بهذا الموضوع. اليهود في ذلك الحين، يعني من اعتبارها من سنة 313 لسنة 510، اليهود كانوا يرتكبوا أبشع المجازر بالمسيحيين اللي كانوا ساكنين باليمن وبمنطقة نجران بالتحديد، اللي أعطيوها للسعودية من بعد الاتفاقية وايزمن عبد العزيز. فإذا هيدي الدولة رح تنحسر مجددا ورح تتقسم لثلاث دول أو ثلاث إمارات أو ثلاث ممالك اللي هن. فإذا ونجران بدها ترجع لليمن، يعني هيدا الشيء، هيدا المنطق التاريخي والمنطق الطبيعي للأمور، لأنه ما في شيء بضل ثابت. إذا كنت أنت محتل الأرض غيرك بدها ترجع هيدي الأرض لأصحابها الشرعيين. فإذا نرجع مثل ما قلنا إنه في تسوية أمريكية إيرانية روسية، رح هيدي حكينا فيها بس بنحكي بعدين بفيديو مفصل. ولكن فيما يتعلق بتركيا، تركيا الروس مثل ما قلت هذيك المرة، روسيا تعتبر الوريثة الشرعية للإمبراطورية الرومانية الشرقية، أي الإمبراطورية البيزنطية. والروس برئاسة الرئيس بوتين اللي بعده لهلأ مش بالع قصة سقوط القسطنطينية، وكلكم بتعرفوا، وهون مش عم فيق أشياء طائفية أو دينية.
الاتراك واجوا من ميلة منغوليا، يعني من ميلة تركمانستان، كازاخستان، كيرغستان، وهن عرق تركماني بيسموه، اجوا وحاولوا على مئات السنين احتلال بيزنطيا، ولكن نجحوا بالاخر سنة 1457 ميلادية باسقاط القسطنطينية، ومن ثم 1516 سقطوا بمعركة مرج دابق، انا بسميها السلطنة الدابقية، بمعركة مرج دابق سقط كل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تباعا. فاذا تركيا هي البيزنطيا، بالنتيجة السكان اللي كانوا فيها كلهم سوا انقبعوا، يعني مش انه تم احتلالهم والسيطرة عليهم مثل ما صاير بفلسطين المحتلة او مثل ما صاير بغير دول، بيضلوا السكان الاصليين ولكن بيتم احتلالهم، لا، ابعوا العرق البيزنطي كله سوا وغيروا كل معالم تركيا اللي فيها لمعلومات الكل اكبر عدد كنائس بالعالم هو موجود بتركيا، فيها تقريبا 9800 كنيسة حسب مساحة الأرض عم نحكي، وكلها تمت مصادرتها، منها بقت متاحف وبالآخر ومنها انحولت لجوامع، وكمان كنيسة آجيا صوفيا اللي هي أكبر كنيسة في العالم، اللي هي تحفة معمارية عظيمة جدا عملوها البيزنطيين، كمان في فترة معينة قبل كمال أتاتورك كانت حولوها لجامع مسجد، ومن بعد ما اجى كمال اتاتورك بالاتفاق مع بريطانيا تم تحويلها لمتحف، وحاول اردوغان يرجع يحولها لمسجد مجددا، ما قدر يلغي الفسيفساء اللي موجود فيها، الفسيفساء البيزنطي، ولكن المانيا بالتحديد كانت السد المنيع بوجه محاولة اردوغان لتحويلها الى مسجد مجددا، بقيت متحف وبعد لهلا، ولكن المحاولة المباشرة لتحويلها إلى مسجد سوف تكون الشرارة، كيف صار على أيام الحرب العالمية الأولى عندما انقتل الديوك فيرديناند، انقتل وصارت يعني هيدي كانت الإشارة المباشرة لاندلاع الحرب العالمية الأولى. أيضا تركيا رح تنجر لهذا الموضوع، رح تحاول بالقوة ترجع تحويلها، هون رح تثير حفيزة الامبراطور الروسي اللي هو فلاديمير بوتين، اللي حاطط عقائديا انه الروسية هي امتداد للامبراطورية البيزنطية الشرقية، وبالتالي هي الوريث الحقيقي لموضوع التركي، وبالنتيجة يجب على الاتراك انه رح تنتهي دولتهم مثل ما هي حاليا، لانه ما فيك تزور التاريخ وما فيك تزور الجغرافيا، وبالنتيجة مساوئ وجود تركيا له كتير كتير مفاعيل سلبية على منطقتنا. وهلأ عم نشوف الصراع التركي السعودي عبر بهاء الدين الحريري وعبر دعم سعد الحريري ودعم أشرف ريفي من قبل الأتراك ودعم بهاء الحريري من قبل السعودية، مفكرين بعضهم بالعقلية الخلافة القديمة لحتى يقرروا على ذوق مصير لبنان، ولكن هذا الموضوع خرج من إيديهم نهائيا، وبالنتيجة المشاكل اللي عم تصير بين تركيا والسعودية راح تؤدي إلى انطلاق شرارة تقسيم السعودية وانطلاق بداية زوال الدولة التركية، وقريبة هيدي مانا كتير بعيدة، يعني مسألة سنين بسيطة ورح تتم، لأنه المعركة رح توقع بين الروس وبين الأتراك عبر مش بس أنه تحويل الكنيسة آجيا صوفيا، ولكن أيضا عبر إقفال مضيقي البوسفور والدردنيل اللي رح يأدوا لأنه هن المنفذ الطبيعي الوحيد للدولة الروسية عبر البحر الأسود، وبالنتيجة عبر بحر إيجي والبحر الأبيض المتوسط اللي يعتبر مياه دافئة، والروس مشان هيك فاتوا على سوريا، مش كرمال سواد عيون السوريين او الرئيس بشار الاسد، لا، كرمال مصالحهم كمان، هيدي دوله عظمى عندها مصالحها، لهالسبب راح المياه الدافئه اللي وصلت عليها بطرطوس واللاذقيه بدها تحافظ عليها وبدها تحافظ على وجودها ونفوذها بمنطقه الحوض الشرقي للبحر المتوسط. على هالاساس المعركه راح تصير بين الروس والاتراك من اجل استعاده، لانه راح يكون في لها شقين وهدفين، هدف ديني عقائدي اللي هو ان تركيا هي ليست للشعب التركي أو للعرق التركي، بل تركيا هي للإمبراطورية البيزنطية وللشعب البيزنطي الموجود، واللي هاجر بتقريبا ثلاثة أرباع البيزنطيين طلعوا صوب روسيا وأسسوا الإمبراطورية البيزنطية الشرقية الكبيرة الضخمة بكاملة، وعلى هالأساس رح يرجعوا ليها، ورح يكون حكمة ممكن تكون لليونان مدينة كونستانتينوبل وممكن تكون للروس، مش هون المشكلة. فإذا رح يتم التراجع ورح أرمينيا الطبيعية رح ترجع تمتد إلى العمق
الشرق الجنوبي لتركيا، اللي هو أساسا كمان انتزع من الأرمن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إكراما لكمال أتاتورك، طبعا طبعا من مؤامرة بريطانية اللي كل عمرهم بيعملوا مؤامرات وبيصدروها على كل دول العالم، وهيدي تفصيلها كمان بمرحلة تانية. فإذا كل هيدي الأمور رح تصير مش ببعيد، ولا تفكروا أنه قاعدين عم نهرطي أو عم نحلم، لا لا، منطق الأمور وطبيعة الأمور والنبوءات، وأيضا في رؤية مريوحنا، كل هيدي الأمور ثابتة. اللي بيعرف يفك ألغاز رؤية مريوحنا بيعرف عن شو عم بحكي، وبيعرف شو بده يصير. مثلا لما بيقول برؤية مريوحنا بيقول أنه البغية المشهورة التي يدور حولها العالم من جميع أقطام العالم الأربعة يدورون حولها، سيظهر منها الوحش وعدده 666، ومن له أذنان سامعتان فليسمع. هيدي كتير إلى معاني، بكرة بعدين بنفسر كمان وبنحكي بهذا الموضوع على القليل شو بفهم أنا من التفسير تبع الرؤية مريوحنا، وشو بفهم من تفسير فيما يتعلق بتركيا وإيران وبلاد ما بين النهرين وروسيا ولبنان وبلاد دول الخليج. فإذا هيدي كانت عملية مبسطة وسهلة لحتى تسمع الدين ويفهم العقل، لحتى نعرف شو اللي عم بيتحضر وشو اللي عم بيصير. لبنان هيدي المرة برجع بطمنكم رح يكون مثل ما كان يقول الرئيس ميشيل عون، سوف يتم التفاوض ونحن فوق الطاولة وليس تحت الطاولة، وبالنتيجة التغييرات جاية لا محالة. وفيما يتعلق باللبنان بالتحديد، بما أنه الموضوع أكتر شيء بيعنيكم هو لبنان، فيما يتعلق بلبنان راح يصير التغيير قريبا، مش أكتر يعني عملية أسابيع، لأنه خلص استوت الطبخة، وبالنتيجة التوجه الآن هو بين الروس. في منهم راح يستغربوا ليش الروس والأمريكان عم يتحالفوا مع بعضهم ضد الصين، لأنه العقيدة الدينية سوف تواجه الإلحاد أو الوثنية، العقلية الوثنية الصينية، وما حدا بيعرف شو بيصير بكتير طوائف غير بوذية في الصين، لأنه معتمين كتير على هيدي الأمور، وبنرجع كمان بنحكي فيها بموضوع آخر. فإذا هيدي الخريطة هاي بهاي المنطقة رح يتم تغييرات كتير دراماتيكية فيها، ورح ترجع الدولة اللبنانية جمهورية وسط الأرض. وبكرة منذكر بعض بس تبلش ملامح حتصير، وشوفونا إن الله راد بفيديو تاني لحتى نشرح عن موضوع تاني. يلا بشوفكم.